مساء الخير مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلاسيك. وحلقتنا اليوم خصصناها لنادي السيارات السوري، نادي السيارات السوري اللي انهى موسمه يوم الجمعه الماضي بسباقات الدريفت. بيسعدني رحب بضيوف الاستاذ خالد اتاسي مدير مكتب رياضه السيارات، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا استاذ عماد سنقر المسؤول الاعلامي بالنادي، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. اول شيء بدنا نقول لكم كل عام وانتم بخير. نهايه موسم كان موسم ناجح بكل المقاييس، العديد من السباقات لمختلف الفئات، بالنهايه كان النجاح والانتصار حليف الجميع، ونجاح المهمه كان من حليفكم. الحقيقه شكرا على تهانيك، والهنا مشترك لكل سوري، لانه هي رياضه، هي رياضه تمثل سوريا، ونحن جهدنا دائما انه هي الرياضه ترفع علم بلدنا دائما داخل سوريا وخارج سوريا، ممثله لهالابطال اللي عم ينشأوا وعم يكتسبوا الخبره، وبنتمنى دائما انه يكونوا سفراء لسوريا خارج حدود الوطن. بكل تاكيد. استاذ عماد، اذا بدنا نحكي شوي عن التغطية الإعلامية، كيف كانت بسباقات السيارات بشكل عام بما أنك المسؤول الإعلامي عن نادي السيارات؟ الحقيقة بشكرك على هالسؤال. نحن مثل ما نعرف الإعلام بكل أطيافه هو شريك حقيقي لنجاح أي فعالية. الإعلام كان متواجد بقوة بسباقاتنا إن كانت بشقيها السبيد أو الدريفت، والحقيقة بجميع الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية كانوا حاضرين بقوة خلال هذا السباقين. وبتشكر من هون قناة سما اللي كانت حاضرة بكل سباقات بتغطية مباشرة لكل الأحداث اللي عم بتصير بنادي السيارات السوري. بس بدي أحب نوه فكرة إنه التنظيم الجيد زائد الإعلام الجيد زائد المتسابقين الجيدين يؤدي إلى حضور جماهير كبير، يساوي نجاح. أكيد نجاح أي فعالية. صحيح. أستاذ، هلأ ما بدنا نحن نأخذ الأسئلة سؤال بسؤال سؤال بسؤال. طيب. بدنا نحن نحكي بأريحية كلنا مع بعض. أستاذ خالد، نعرف نحن نادي السيارات عنده بالأجندة، خلينا نتعرف على أجندة 2018 اللي راحت. تمام. شو صار السنة وشو محضرين للسنة الجاية؟ الحقيقة السنة صار عندنا بطولتين، بطولة اسمها بطولة سباقات السرعة أو سبيد، وهي بطولة سباقات تعتمد على الوقت، هي منافسة ضد الوقت، يعني أنا بقطع هالمسار بدقيقة ونص، حضرتك تقطعه بدقيقة وأربعين ثانية، أنا سبقتك، وهكذا. هي سباقات السرعة. أما سباقات الدريفت كمان عملنا فيها بطولة مؤلفة من ثلاث سباقات. بطولة الدريفت تعتمد على الاستعراض، تعتمد على المهارة وليس على الوقت، فيها تعتمد على تحكيم الحكام. ببطولة سباقات السرعة الذي يحدد الفائز هو أجهزة التوقيت، أما بطولة الدريفت الذي يحدد الفائز هو الحكام، مجموعة من خمس حكام بيحكموا على المتسابق من خلال قيادته للسيارة، أنه يقود بطريقة استعراضية، المفروض السيارة تمشي بشكل عرضي وليس بشكل مستقيم، المفروض تمشي بشكل عرضي. خلينا لو بدي أقطع بدك تسمح لي، خلينا نمشي واحدة واحدة. خلينا نبدأ نحن ببطولة السبيد بسوريا. السبيد أو هي فئتين السرعة. نعم طبعا. هلأ إذا بنحكي الفئة الأولى فئة الإنتاج الخاص، الفئة الثانية فئة الإنتاج التجاري. تمام. إذا حنحكي على بطولة سباقات السرعة، هي البطولة الموجهة للعامة الشعب أولاً ثم للأبطال. نحن قصدنا نعمل بطولة اسمها الإنتاج التجاري، هي للناس اللي هواة لهالرياضة ما عندهم سيارات خاصة بالسباق، السيارة اللي بيروح فيها على شغله بيقدر يجي يسابق فيها. عملنا لهم بطولة اسمها بطولة الإنتاج التجاري، السيارات غير معدلة، سيارات عادية بيقدر يجي يوم الأربعاء يوم الثلاثاء قبل السباق، السباق يوم الجمعة، بيقدر يجي على المكتب بيسجل، بيدفع رسم اشتراك رمزي مانو غالي أبدا، ويوم الخميس بيطلع بيتدرب على المسار. طبعا بيتم فحص السيارة أولا إنه مكابحها شغالة فنيا، حالتها صحيحة. عنصر الأمان مهم جدا. تمام. كمان عنصر الأمان متوفر. بس أستاذ بخوف هسه بدي أعقب على كلام أستاذ خالد في موضوع السبيد. هلا التوقيت، هنا عندنا احدث اجهزه في العالم بيقيس جزء واحد بالالف من جزء من الثانيه. يعني هي اجهزه توقيت كل دول العالم قليله اللي متواجده فيها، يعني هون الخطا هون ممنوع عنا، يعني العنصر البشري ما بيتدخل بموضوع التوقيت. في اجهزه حديثه جدا هي ضوئيه
بتقيس واحد بالألف بالجزء من الثانية. نعم هي موجودة عندنا بين نعم موجودة عندنا وعم تطبق. نعم منكمل استاذ. هلا كنا عم نحكي عن فئه الانتاج التجاري، حكينا عنه الشخص الانتاج الخاص. تمام، بيقدر يجي الشخص بفئه الانتاج التجاري ويشترك بهذا السباق مع فئه الانتاج الخاص، يعني بينزلوا على الحلبه مع بعض، واحد تجاري واحد خاص، ولكن تصنيفهم انا عم نافس مجموعه بتخصني والمجموعه الانتاج الخاص بينافس الناس اللي بتخصه اللي مثله السيارات المعدله اللي عليها توربو اللي عليها الاشياء اللي بتخلي السياره اسرع وبتخلي السياره متميزه اكثر. بالحقيقه السنه انا بدعو الناس اكثر انه تشارك بهذا السباق. السباق دائما عم يخوف الجمهور، عم يخوف المحبين الرياضه انه ليك هالسيارات شقوية انا ما رح اقدر نافس. لا، نحن الناس المبتدئين لنا مجموعه مثل ما قلت لي انت، اي شخص بيحب يشارك بالسباق بيجي على المكتب بيسجل. تمام. بيدفع رسوم رمزية. يوم الخميس بيطلع بيعمل مثل فحص الفني والتدريب، الفحص الفني، وبيتدرب على المسار. بيتدرب على المسار. يوم الجمعه بيكون السباق، اي شخص كان، يعني الدعوه موجهه لكل الراغبين وهواة السيارات انه يكونوا متواجدين باي سباق خاص، ما في داعي لا انتساب ولا شيء، ان كان رجل وان كان سيده او انسه. طبعا طبعا ومرحب بالانسات والسيدات. ما في شروط، ما في شروط. لا هلا السنه الماضيه نحن كان عندنا مشاركه نسائيه كانت فاعله، ثلاث مشاركات نسائيه، وحتى سوينا لهم كاس خاص كمشاركه سيدات. تمام. هلا ان شاء الله بتامل السنه القادمه يكون في الشباب يتشجعوا اكثر لانه يفوتوا لسباقات السرعه، لانه هي مانا معقده. صحيح. سباقات عرفت هي سباقات معقدة. صحيح. خلينا نروح نحن لتقرير قعدته دانا عواد عن بطولة سوريا السبيد الأخيرة. خلينا نشوف سوا وبعدها بنرجع. يلا. برعاية وزارة السياحة أقيمت اليوم المرحلة الثالثة والختامية من بطولة سبيد سوريا 13 لموسم 2018 لسباقات السرعة على حلبة نادي السيارات السوري في معرض سيدنايا بريف دمشق. السباق شهد منافسات قوية بين 14 متسابقاً لتنتهي المنافسة بتتويج المتسابق مازن النجار بالمركز الأول لفئة الإنتاج، وتلاه في المركز الثاني المتسابق إبراهيم الياس باهو، فيما جاء بالمركز الثالث المتسابق إياد أفغان. المركز الأول فضل رب العالمين. أول جولة انكسر معي الأكس، والجولة الثانية كنا كشوي متوترين، شاء الحمد لله انه قدرنا نحقق بالجولة الثالثة. كانت سباقتي اليوم كثير قوية، عملت أول بكل السباق، أول بفئتي سوري، ثاني بكل السباق، والحمد لله كثر خير الله، هي نعمة بسيارة متواضعة مثل هيدي. والله الحمد لله اليوم مثل ما بتعرفي الجولة الختامية لبطولة السبيد، حصلنا على المركز الثاني، وبنفس الوقت أمنت بطولة الإنتاج التجاري لسنة 2018 المركز الأول الحمد لله. المنافسة مثل ما شفت على أجزاء من الثواني، والحمد لله توفقنا. السباق كان يميزه المسار الرائع الذي يضع السائق تحت ضغط التركيز والانتباه العاليين حتى الوصول إلى خط النهاية. المشاركات الخارجية هي ما ننتظره في العام القادم، ورفع العلم السوري عاليا على منصات التتويج. في الختام نستطيع أن نقول أن هذا السباق حقق النجاح من خلال المنافسة بين المتسابقين السوريين والعرب، ومن خلال التنظيم الذي بعث برسالة واضحة للجميع أن سوريا بخير وستبقى كذلك على أمل اللقاء في الموسم القادم. هون كان كباتن نهاية بطولة السبيد. كنا عم نحضر لبطولة الدريفت. بطولة الدريفت فيها شوي احتراف، خليني نقول أكثر من بطولة السبيد. تمام، بس تعقيب صغير على اللي قلته حضرتك خارج الهواء، انه هي فعلا ما هي صعبة كأنه السباقات. كنا عم نقول انه يعني الطريق قلت انه هي دعوة فعليا لكل شاب وكل صبية انه يجوا يجربوا سواقتهم. ما في خطر، أخطار ما في، انت بتفوت لحالك على المسار، والمسار مهيأ بدواليب على الجوانب، مسافات من الأرض البحص اللي هي تمتص سرعة السيارة إذا أنت طلعت خارج المسار. فهذا آخر ما أقول على سباقات. حتى نحن كلجنة منظمة للسيارات التشجيع لهالنوع من الهواة يشاركوا، سوينا لهم كأس خاص اسمه كأس الهواة. صحيح.
مشان يتشجع بسياراته اخذ الكاس الهواة بيتشجع انه يرفع فئه سيارته للسنه الجايه بيطلع بيشارك بفئه اعلى من فئته. طبعا هلا نحن بنعرف في توأمه خليني اسميها توأمه بنادي السيارات ووزاره السياحه دائما يعني موجوده والتعاون والتشارك موجود، ففي خطه انه يصير في سباقات بمحافظات ثانيه غير دمشق خاص بنادي السيارات؟ الحقيقه نحن بنتمنى، ما بحكي عن الرالي العام مثلا اكتشف سوريا او رالي اللي عم بحكي انه بمدينه ثانيه مثلا بلاديه نطلع نعمل سباق. نحن بصراحه سبع سنوات كنا نشارك بتسلق الهضبة، كنا نساوي باللادقية وتحديدا بصلنفة جوبة البرغال. إن شاء الله هي السنة الجاية إن شاء الله في إعادة إحياء مثل هالسباقات هي. حتى على مستوى السباقات السرعة مثلا ما منظلم بعض المدن؟ لا لا شغله، نحن ما منعنا عن المحافظات الا سوء الاوضاع اللي كانت. الحمد لله هلا الاوضاع ممتازه وهلا في عندنا القدره انه ننظم سباقات مثل ما كنا نعمل سباقات سرعه في محافظه حلب في محافظه حمص. عملنا نحن يعني هذا موجود خلينا نقول بالاجنده للعام القادم ان شاء الله او اللي بعده شوي. هذا اكيد موجود بلائحه الشيء اللي احنا بدنا نساويه، ولكن على هوا الظروف انا ما بدي اعمل وعد وما نقدر نساوي، ولكن اكيد نحن بنتمنى اذا تهيئت الفرصه لايجاد المكان المناسب لاجراء هذا السباق ضمن شروط السلامه المناسبه، فنحن اكيد نعمل فورا ان كان بمحافظه حلب او بحمص او باي محافظه ثانيه فيها الشروط المناسبه فورا. هلا بدي انتقل انا لبطوله الدريفت، بدي انتقل لبطوله الدريفت هلا لنشوف المتسابقين. كانت المنافسه قويه كثير. احنا بنعرف انه بطوله الدريفت تحتاج الى حرفيه، فيها صعوبه، مو اي شخص بامكانه انه شو الشروط لحتى الشخص يشارك بسباقات الدريفت؟ الحقيقه الشروط اللي نحن بنفرضها هي انه يكون السياره دفع خلفي، لانه ما بتقدر تعمل الانجراف المطلوب الا اذا كانت دفع خلفي، اذا كانت سحب امامي او دفع رباعي فهو من الصعب عليه انه يقدر يشارك بهذا النوع من السباقات. نحن بس هذا الشيء اللي بنفرضه، ولكن هن بالنسبه لهم بيحسبوا حساب المتسابقين لهي الرياضه، لانه هي بدها مهاره كثير عاليه وبدها تدريب. قبل ما نقول انه مهارات مثلا كنادي سيارات قلت لازم السياره يكون دفع من الخلفي، انه مثلا مهارات السائق بيتم عم نشوف نحن بعض السائقين نعم شايف الانجراف كيف تمشي بطريقه جانبيه. هلا نحن كمتسابقين بصراحه هلا هي البطوله الثالثه، البطوله الاولى فرق معنا كثير بين البطوله الاولى والثالثه. صحيح. الأولى بلشوا المتسابقين بمستوى خلينا نقول متوسط ما هو جيد. الحقيقة إن عم نشهد حاليا بسباقات الدريفت مستوى عالي جدا من المتسابقين اللي بيخول المتسابق السوري يشارك بالمشاركات الخارجية للعديد من الوجوه. يعني كان آخرة كمشاركات خارجية الحقيقة كان من شيء أسبوعين متسابقنا قيس أيوب شارك ببطولة لبنان الدولية وتأهل للدور الثاني واستطاع انه يجاري كثير ابطال قدما بهالسباقات هي. طيب اذا بدنا نحكي استاذ خالد عن خصائص الحلبي. لا اقول لك شغله سيدي الكريم، الحلبي مثل ما قلت لك عم نشوف بعض اللقطات اهم شيء مثل ما لك شايف حضرتك هو وجود هالمساحات اللي فيها البحص لحتى لا سمح الله اذا السياره طلعت خارج المسار فورا بتجي على البحص. عرض الطريق هو 8 امتار وهو في عندنا كمان ساحه ليتم فيها امتحان هي الساحه اللي عم اقول عليها، امتحان المتسابق بكذا مهاره، انه مثل ما لك شايف هلا عم يدور دوره واسعه، هلا بيدور دوره ضيقه هي تمام اسمها الدونات. كل ما كان قريب من الاقماع البلاستيكيه كل ما كان تقييمه اعلى افضل واذا لامسهم بياخذ العلامه التامه بدون ما يوقعون تماما. وكل ما مشيت السياره بزاويه انجراف اكبر كل ما كان ابرع وكل ما كان تقييم الحكام له اكبر. مثل هلا شفنا نحن هون ضربه بينالتي 25 نقطه بيروح عليه بضربه الدولاب هي، إذا وقع قمع
كمان بيروح عليه. نحن بنشوف في سواتر بعد مرات سواتر مائيه. تمام. اذا بيضربوا بيزيحوا من مكانه اللي كان فيه بياخذ بينالتي. حتى باحد السباقات احد المتسابقين ضرب الساتر المائي، نزلت المي مطرنا لحتى نشفت المي لحتى بالضبط. حتى مو قلتوا نشفتوها، يعني لازم تنشف لحالها مشان تعود. نحن حاولنا نشف طبيعتها. هلا سباقات الدريفت في ضربات بلنتي وفي ضربات علامات عكسه، يعني شلون؟ يعني نحن كلجنة حطينا طابات لازم تلتق، اذا لقى بياخذ 25 نقطه عكس البلنتي، اذا لقى الدولاب فانا 25. الدولاب اللي كان على المسار ايوه ناقص 25 ناقص 25 دولاب. بس قصدي الطابات اللي سويناها هي بتنحط، اذا لقى بطرف السياره من الخلف لقيت بالطابه بياخذ 25 علامه زياده فورا. صحيح. هي بتجي يعني بتوقف على مهاره السائق. طبعا. اي طبعا. هلا انا بحب نوه انه هن ما عم يمشوا بالحلبه بشكل اعتباطي، في مسار مرسوم يوزع عليهم يوم التدريب قبل بيوم من السباق، يوزع المسار بيتم التدريب عليه، بيعملوا جولتين حصرا. وعلى فكره استاذي الكريم متسابقينا هن طلبوا انه رجاء لا تعملوا لنا ثلاث جولات لحتى نقدر ننافس بسرعه البديهه بكره خارج سوريا. يعني يصير عندنا سرعه بديهه انه نحن فورا نفوت نسابق بدون ما نتدرب حتى. في بعض متسابقين طلبوا انه رجاء ما بدنا تدريب. نحن شفنا كابتن عروض، يعني استاذ خالد شفنا عروض عن جد، يعني عم نشوف مستوى جيد ومستوى مرتفع لسائقين سوريين. مو بس بالنوع، بالكم استاذ الكريم كمان. يعني حتى نحن هلا عندنا 14 مشارك ببطوله الدريفت، مع انه هي بطوله للمحترفين ما هي بطوله عاديه. سباقات سرعه فيها هواة، فيها كثير هواة طبعا، فيها محترفين، ولكن كم محترف شارك عندي بسباقات السرعه؟ قليل، بعتقد شغله 5 أو 6 اشخاص فقط محترفين سباق سرعه. هلا شفنا نحن بسباق سبيد كان في مشاركه عربيه، ولكن بمسابقات الدريفت كان هناك موجود مشاركه كمان عربيه. كمان كان في متسابقين من لبنان. صحيح. شاركوا، بس للاسف المتسابق اللبناني سيارته عطلت مع حسين يتابع. المتسابق الثاني بتوقع جاب ترتيب خامس او سادس، جاب ترتيب يعني متاخر شوي لانه كانوا بلا تدريب، ما لحقوا يوصلوا على التدريب. خليني اقول بالعام القادم، بس ما شاء الله حولهم ممتازين. دعوه ان شاء الله راح باذن الله يكون في مشاركه عربيه واسعه، وحتى نحن ابطالنا راح يشاركوا ببطولات الخارجيه بكل تأكيد. استاذ مخلوف برجع بقول لك نحن سوريا الام الحنون اللي فاتحه ايديها دائما لكل الناس. صحيح. والدعوه مفتوحه دائما لكل الابطال. ونادي السيارات يعني مشهور، شهادتي مجروحه فيه دائما، كان رالي اكتشف سوريا يعني طبعا. يربط البلد كله من خلال رالي كثير جميل، ترفيهي رائع، ثقافي يعني شكر كله لكم. نحن رح نحكي بعد شوي عن شيء، بس نخلص نحن من روزنامه الموسم تبعكم، سباقات السبيد شفناها، هلا بدنا نشوف تقرير عن بطوله الدريفت. توج فيها الكابتن احمد كريزان. صحيح. كان صاحب المركز الاول. خلينا نشوف تقرير عن المرحله النهائيه من بطوله الدريفت سوريا. يلا وسط منافسة قوية من المتسابقين للظفر بلقب بطولة سوريا الثالثة لسباقات الدريفت والتي ينظمها نادي السيارات السوري، اختتمت اليوم على حلبة معرض صيدنايا بريف دمشق منافسات هذا الموسم، حيث لم يعرف البطل إلا قبل النهاية بلحظات. وتميز سباق هذا الموسم بوجود سائقين عرب أعطوا للسباق روحا تنافسية عالية، وبدورهم أبدوا المعنيين والقائمين على السباق عن رضاهم التام لكل مراحل الرالي هذا الموسم، واعدين بموسم قادم يحمل مفاجآت كبيرة على صعيد المنافسة الداخلية وأيضا التواجد الخارجي لرفع العلم السوري في المحافل الدولية. البطولة السنة الحمد لله كانت بنعتبرها ناجحة بمستوى جيد الحمد لله، مستوى المتسابقين كثير مرتفع، وهذا حقيقة واحدة من أهداف البطولة، إن شاء الله بس يبدوا يشاركوا بشكل أكبر بالبطولات اللي خارج القطر، إنه يكونوا قادرين إنه هن يمثلوا اسم سوريا بشكل يليق بهذا الاسم إن شاء الله بكل الدول. وتميز هذا الموسم بمشاركة أولى لأكثر من متسابق تاركين بصمة كبيرة، وفي مقدمتهم الشابان أحمد صابر حمشو وعمر حمشو.
حيث استطاع أحمد صابر حمشو أن يحقق المركز الثاني في منافسات اليوم الختامي والمركز الرابع في الترتيب العام للبطولة. المنافسة كانت كثير قوية مثل ما شفت. أنا بالجولة الأولى حققت مركز رابع، الجولة الثانية تراجعت للمركز الثامن، الجولة الثالثة حسنت وقدرت أني أربح مركز ثاني على الترتيب العام. دائما عم يكون كثير قراب من بعض، وهذا الدليل انه الحمد لله رياض السيارات والمنافسه بين المتسابقين قريبه جدا. فاتمنى دائما تضل هيك المنافسه لنضل عم نتحمس اكثر واكثر، وان شاء الله يكون كل التوفيق والسلامه ان شاء الله. المشترك بين فروسيه ورياض السيارات هو الرياضه طبعا. كمان المشترك شيء، المشترك اللي هو انه في مسار لازم تمشي عليه، بالاضافه انه هو الانسان زائد شيء ثاني. بالفروسية هو الإنسان زائد روح اللي هو الحصان، بالهون إنسان زائد مكنة. رياضة حلوة كثير، ومشجع الكل إذا يعني بيحبوا رياض سيارات يشاركوا برياض سيارات الموسم القادم إن شاء الله. ويعني الأجواء لحالة بالمكفى، بيكون واحد فاز ولا ما فاز فهو الجو دائما الحمد لله مناسب. وبدوره استطاع السائق أحمد كريزان أن يحقق المركز الأول في منافسات اليوم الختامي، وأن يحقق المركز الأول أيضا ولكن في الترتيب العام للبطولة، تاركا المركز الثاني لمحمد كريزان والثالث لمحمد الفوال. الحمد لله الله وفقنا، كانت بطولة كتير ناجحة وبتنظيم كتير عالي من نادي سيارات السوري الحقيقة. وكانت المنافسة خصوصي بآخر جولة من جولات البطولة كتير عالية، والطريق تكنيكال. الحمد لله الله وفقنا وقدرنا نحصل على المركز الأول. سباق هذا الموسم انتهى بكل ما يحمل من أفراح الفوز وأحزان الهزيمة، والأمل كله معقود على القائمين بموسم قادم يحمل منافسة أكبر وأوسع بتواجد عربي ودولي في الحلبات السورية، وأن نرى علمنا يرفرف عاليا في منصات التتويج العالمية. مثل ما شفنا كابتن، يعني بدنا نقول مبروك للكابتن أحمد كريزان، هو بطل المرحلة الثانية وبطل المرحلة الثالثة وأيضا بطل الترتيب العام. الترتيب العام هو بطل كمان، من وجه له بالمباركة للكابتن أحمد اللي هو فعلا من المتسابقين اللي سابروا على حالهم كتير كتير. كان الكابتن أحمد حمشو بالمركز الثاني، الكابتن أحمد كريزان محمد كريزان الثالث، محمد كريزان الثالث. هلا بشان نخليك نحن نبارك له على الهواء مباشرة. ما بعرف إذا الاتصال جاهز مع كابتن أحمد كريزان. مساء الخير كابتن. أهلا كابتن مسعود، يسعد أوقاتك. إن شاء الله ألف مبروك تتويج ببطولة دريفت. الله يبارك فيك، إن شاء الله لك مساء الخير لكم ولضيوفكم الكرام. أهلا وسهلا كابتن. بدنا نحكي شوي حضرتك، إنه صار لك 4 سنين عم تنافس على اللقب مثل ما قالوا الكباتن، السنة كان اللقب من نصيبك. نعم تفضل. الحمد لله كان هذا السباق. أول شيء بدي بالبداية وجه تحية كبيرة للجيش العربي السوري، اللي هو لولا ما قدرنا يكون فيه هيك نشاطات بسوريا. بدي كمان وجه تحية لكل من كان قائم على نجاح هيك بطولة من نادي سيارات سوري، منظمين وحكام إلى آخره، بإشراف وزارة السياحة. الحمد لله كانت بطولة كتير حلوة بتنظيم عالي، ومنافسة كانت كتير قوية. الشباب سنة عن سنة عم يتحسن وعم يكونوا أكثر بروفيشنال. قدرنا ننافس، جهزت سيارة على مدار سنتين الماضيين حتى تكون ضمن المستوى المطلوب، والحمد لله كانت عم تأدي أداء رائع، وعم يكون في تناسق بيني وبينها لحتى نأدي نكون بالمراكز الأولى دائما. أكيد كابتن أحمد، إذا بدنا نقول شو المعوقات اللي بتعيق الكابتن أحمد كريزان، أو شو فيني أقول الشيء؟ هلا حكينا بالإيجاب كثير، بدنا نحكي عن شيء سلبي، بدنا نسمعه من بطل يعني صاحب اللقب كابتن أحمد كريزان. شو كان ناقص هالبطولة؟ الحقيقة التنظيم كان ما ناقص شيء. مرات أي رياضي بتواجهه عوائق، فالدريفتر ممكن تواجهه عوائق ميكانيكية إن كان بالسيارة، ضغوط نفسية إذا كان بالمقدمة وبده يضل مواظب على التقدم، فبيكون في عليه ضغوط نفسية أكثر من غيره. مرات بتكون إذا أنت كنت كتير رايح هاي بيرفورمنس بالسيارة، فممكن نواجه أعطال ميكانيكية ممكن تخسر سبق بأي وقت.
فقط المشكله كانت اعطال الميكانيكيه هي السبب. انا كان بالبطوله صغيره مع كابتن احمد الكباتن حابين ياخذوا دور ويسالوك بعض الاسئله ويعملوا مداخله معك، فنحن حاضرين. أكيد اول شيء الكابتن خالد الاتاسي تفضل. اكيد انا بحب اشكر اول شيء وهني البطل احمد كريزان بالشيء الحلو كثير اللي عمله، ولكن بحب كمان ضيف على اللي حضرتك تفضلت فيه انه دائما الحكم البشري بيكون فيه اخطاء. نعم. سباقات السرعه قطعت اجهزه الكترونيه عم تقيس بواحد على 100 او واحد على 1000 من الثانيه، اما الاخطاء البشريه بالتحكيم هذا الشيء دائما بيصير، بس ما يكون كبير مشان ما ينظلم حدا. اكيد ما يكون كبير. نحن نسعى انه نطور رياضتنا. في هلا صار بالعالم شيء اسمه سنسورز، حساسات تتركب على السياره تقدر تقدر اكثر، يعني تساعد التقييم البشري لانه يكون اقرب ما يكون للواقع. انا هذا امنيه عندي، ما حقول وعد ولكن امنيه انه نحن نقدر نعين الحكم مثل ما بتشوفوا قاعد ببيئه كلها تدخان، ضجيج عالي جدا وخطر، ف قد يصير في بعض الأخطاء أحيانا، ولكن بالرجوع لكاميرات الفيديو اللي عم تصور نحن دائما عنا استعداد لنرجع نعيد النظر بموضوع التحكيم. صحيح. هذا بجوز استحى البطل أحمد كريزان أنه يقوله لأنه هو بيعرف أنه هذا الشيء بيكون رغم الأخطاء بأي رياضة بالعالم ممكن يكون في أخطاء بالتحكيم. أكيد دائما السنسر بتكون أدق من اذا كان في تحكيم بشري باماكن معينه وليس دائما. تمام. ولكن بالمجمل نحن عم يعني الرياضه عم تتطور بسوريا بسرعه كبيره، وبنفس الوقت يعني الحكام عم بيكون عندهم فكره اكثر عن الرياضه، فلذلك عم بيكونوا بالمستوى المطلوب. صحيح. كابتن احمد كمان في مداخله من الاستاذ عماد حابب يسالك. انا بحب كمان بارك له على هالانجاز اللي حققه هي السنه ببطل كبطوله سوريا الثالثه لسباقات دريفت. كمان بس بدي ينوه لي شوي على الجمهور الكبير اللي عم يحضر هالسباقات هي، شو كان له دور لزياده الحماس لعند المتسابقين، زائد شو بيعدنا للسنه الجايه؟ تفضل كابتن. الك الحقيقه عم بيكون تواجد جمهور كثير مرحله بعد مرحله، سنه بعد سنه عم تواجد الجمهور عم بيكون اكبر، الدعايه عم بتكون اكبر، تنظيم اللي عم بيأديه النادي عم بيكون اكبر، لانه الجمهور بده يكون في له اماكن للجلوس لحتى كل واحد يكون زاويه الرؤيه بالمكان المطلوب، الخدمات مطلوبه، فكل سنه عن سنه عم بتكون خدمات اكبر، فلذلك كمان عم بيصير اطفال اكثر لمنطقه سيدنايا، وطبعا بفضل الجيش العربي السوري صار في امان وامن بالمنطقه اجمالا، فالحمد لله صارت العالم تطلع عم تشجعها وبدها تنبسط، وبنفس الوقت مطمنين من كل النواحي. كابتن احمد قبل ما نختم معك، شو بتوعدنا للعام القادم مع ختام منافسات هذا العام؟ انا ان شاء الله ما بوعد الا بالفوز الدائم، ان شاء الله نضل نقدر مثابرين على مركزنا. كل واحد تعرف بيحب الفوز بالنهاية وبيحب يكون هو البطل، وأنا إن شاء الله بدي أسعى على هذا الموضوع إنه نضل مسابرين على نفس المركز. إن شاء الله ألف مبروك كابتن أحمد كريزان بطل سوريا لسباقات التريفت لعام 2018. شكرا كثير لتواجدك. الله يبارك فيكم جميعا وشكرا لكم جميعا. شكرا. هلا نحن حكينا عن الشيء الايجابي وحكينا عن التنظيم الرائع، حكينا عن خليني اضيف شغله واحده صغيره ايجابيه كمان قبل ما نروح على ايجابيه وسريعه بالنسبه للبطل احمد كريزان. فضل. الحقيقه البطل احمد كريزان اليوم عنده سياره من اقوى السيارات مو بس بالشرق الاوسط بالعالم. 1800 حصان هي فعليا سياره مجهزه بشكل كثير بروفيشنال لرياضه الدريفت. نحن بطلنا قيس أيوب لما طلع مثل سوريا في منافسات ريد بول ما فيها القوة الحصانية الموجودة بسيارة البطل أحمد كريزان، ولكن أبهر الجمهور، أبهر لجنة الحكام، وخصوصا أنه من سوريا أنه لسه ما كتير نحن انشهرنا على مستوى رياضة الدريفت بالشرق الأوسط. إن شاء الله المفاجآت قادمة، اسم سوريا حيضل كبير كتير وعالم سوريا حيرفرف دائما بالمراكز الأولى إن شاء الله. وعلى موضوع المشاركات الخارجية بس بدي أحب نوه شغلة كتير مهمة، متسابقنا البطل فادي حمادة من أسبوعين حصل ياخذ اللقب بطل المملكة العربية السعودية لسباقات الأوتو كروس، مشاركة كانت كتير قوية
لإله، استطاع إنه يجاري أبطال إلهم باع كبير كبير برياضة السيارات ويرفع علم سوريا بهالبطولة، إضافة إلى بطولة الباحة بالسعودية كمان للمرة الثانية استطاع أنه يحرز المركز الأول. أكيد حكينا عن الإيجابيات، حكينا عن الانتصارات، حكينا عن البطولات، بدنا نحكي ما رح نقول السلبيات لا يعطيكم العافية على كل حال، بدنا نحكي عن المعوقات مثل ما قلت، ولكن بعد الفاصل، فاصل صغير مشاهدينا وبعدها راجعين. يلا توسيع الحلبة، أهلا وسهلا مشاهدينا فيكم من جديد، رجعناكم بعد فاصل صغير. هلأ بدنا نحكي على الشق الثاني، نادي السيارات ترفع له القبعة، شكرا من القلب من جمهور نادي السيارات ومن الإعلاميين اللي غطوا حتى من المتسابقين للجهد اللي بتبذلوه. هلأ بدي إذا بدنا نحكي بشفافية واضحة، دايما أنا معود جمهور برنامجي ضيوفي يحكوا بشفافية مطلقة، حتى لو كان الخطأ مثلا بشي بخصهم فبيحكوا عنه لحتى بلكي نقدر نلاقي الحل. إذا قلنا ما هي المعوقات هاللي بتصادف نادي السيارة، هلأ لا نحكي بشكل حبلش بالموضوع الفني، بالموضوع التقني اللي له علاقة بالسباق تحديدا. نحن بسباقات السرعة ممتاز ما عندنا مشاكل، بسباقات الدريفت مثل ما قلت لك قبل شوي إنه ممكن الحكم ما يشوف البينالتي أو ما يشوف الزاوية بشكل مضبوط بسبب الدخان بسبب غيره بسبب غيره. هلأ في حلول تقنية صارت ممكن تنجاب كحساسات تتركب على السيارة أو في أماكن معينة تقدر تساعدنا في هذا الموضوع. هذا جانب لنا خلصنا منه. ثاني شيء وهو كتير مهم، لحد هلأ اليوم لسه ما رياضة السيارات ما وصلت لمستوى شهرة على قدر العطاء اللي فيها. نحن رياضة السيارات بديانة بسوريا من 2003. فيني اقول لك شغلة صغيرة ما بعرف اذا فيني قاطع، كل استاذي مادي شاركنا عم نحكي كلنا مع بعض انا معوقات انا كمان بعد الحلبة عن انا المدينة وصل لك يمكن خلى شوي المتابعين قليل. هلا يعني هلا لو انه مثلا موجوده مثلا بمكان قريب من اليوم في سباق دريفت بدنا نطلع الكل بيطلع، بس بعد المسافه خليني اقول والحلبة ما بعرف انتم بتقيموها اكثر من كانت قبل الاحداث افضل من هلا بعد الاحداث. سوري ولو قطعتك بس لاني حديثي كمالت حديثي كانت انه ليه نحن من 2003 بننظم، من سنه 2000 نحن بننظم رالي سوريا الدولي. لحد هلا في بتصادف اي انسان مثقف بالشارع بتساله بيقول لك ليش نحن عندنا سباقات سيارات، هون عم بيجي لموضوع الاعلام. نحن بحاجة للاهتمام والمزيد من الاهتمام الإعلامي، أكيد ما في تقصير، ولكن بدنا نساعد نادي السيارات ندعمه أكثر وأكثر. أنا برأيي أنه لازم توصل لكافة شرائح المجتمع هي الرياضة مثل ما تفضلت. ثاني شيء قرب موقع الحلبة أكيد بيساعد كثير بإشهار هي الرياضة. أنا آسف أستاذ عمار بس أنا بس نحن نحكي عن معوقات. هلأ المعوقات قطعنا أستاذ مخلوف أخذ الفكرة هي البعد، هذا كثير مهم. توسيع الحلبة كمان شيء مهم، أنت بتعطي تجديد المسارات وخيارات أكثر، خيارات أنواع أكثر جديدة من السباق. أيوة أنواع جديدة زائد المدرجات للجمهور، لأن يعني معي الشارع بيجينا جمهور هائل كثير بدهم كمان توسيع المدرجات. أنا بس بطلب بشكل مغاير لكم. نعم. أنا بحب من قناتكم الموقرة لازم أنتم كمان تكونوا ننقل لايف شيء سباق من السباقات وخصوصا الدريفت. نحن كنا متواجدين لايف، هلأ بدنا نرجع بالزمان. يعني أنا بدي أخذ وعد منك أستاذ مخلوف. المرحلة العشرة لبطولة الشرق الأوسط، رالي الشرق الأوسط. صحيح. كان نادي السيارات. نعم. هو مستضيفة. نعم. كان أحد مراحل. نعم. رالي الشرق الاوسط بسوريا تدمر، هي كنا لايف كابتن. يعني انا وعدك احنا اكيد كابتن وعد السنه الجايه رح نطلع لايف من حلبتنا ان شاء الله. اكيد المباريات الختاميه والهي رح نكون متواجدين. انتم مشكور جهودكم بحقيقه، يعني السنين الماضيه شاركتوا بكثير، كنتوا فعلا شريك كثير مهم لإظهار الوجه الحضاري لرياضة السيارات. أكيد قلنا أول شيء عن التقنيات العالية لازم نحن نستخدمها مشان نحن نخفف من أخطاء الحكام. أكيد. هذا واحد. أكيد. اثنين قلنا بعد الحلبة. حقلك شغلة حلوة. خلينا نكمل. ثلاثة الحلبة شو بنقصها؟ حقلك شغلة حلوة. حقلك شغلة حلوة تتعلق بالمتسابقين مو بالنادي. المتسابقين دائما بحاجة قطع غيار
بحاجة سيارات. نحن بتعرف تكاليف السيارات وجمارك عنا غالي. هلأ في بغير دول أنه تجي سيارة هي غير مخصصة للقيادة في الشارع، ولكن فقط للسباقات، فقط للسباقات. صحيح. يكون لها معاملة خاصة من الدولة، من الحكومة، أنه هي أنت بحق لك يعني هذه السيارات. إذا بتقول متسابق فلان الفلاني بده يجيب سيارة، بجيب سيارة وقطع على أن تضمن فقط بالبطولة، فقط مشاركة لسباقات السيارات. صحيح. هي شغلة كتير ممتازة وكتير بتطور من رياضة السيارات في سوريا، السيارات وبتوفر على المتسابقين. نعم. وبتخليهم أجرأ بالمشاركة. هلأ رغم ذلك الشباب عم يحطوا كتير مصاري على سياراتهم. وجود السبونسر، وجود الرعاة يلي من التجار ومن أصحاب العلامات التجارية. عفوا بدي أسأل فوت معك أستاذ خالد، أنا بحكم عملي كمسؤول إعلامي بلقائي مع المتسابقين فعلا عندهم معاناة حقيقية حتى على مستوى الدواليب كابتن مخلوف. يعني الدواليب عم يفتروا يعني سوريا، عم يجيبوها عم يفتروا من لبنان باسعار لبنان، يعني اسعار خياليه. يعني كمان قطع تبديل كثير مهمه لإلهم لينافسوا حتى بثانيه تفرق معهم. صحيح. فضل. تمام. فانا بتمنى انه الجهات التجاريه الخاصه تتشجع على انه تعلن على رياضه السيارات على سيارات المتسابقين او داخل الحلبه، لانه فعلا عيون الدول المجاوره. نحن عم نعمل بس لايف على الفيسبوك، عيون المتسابقين بالدول المجاوره دائما على البس لايف، عم يشوفوا مين عم يشارك وشو في علينا متابعه، ومتابعه مجديه. فبتمنى من المعلمين وأصحاب الشركات أنه يتجرأوا أكثر ويشجعوا رياضة السيارات ببلدهم، لأنه متسابق السوري بحاجة لهذا الدعم. هلا بما أنه الأستاذ عماد هو المسؤول الإعلامي للنادي، فمعلوماته أكثر من معلوماتي عم ينقلني تحت الهواء. نحن بما أنه مهي عمل لي النادي تأسس عام 1950. صحيح. يعني من أقدم الأندية، خلينا نقول بالأندية، وانضم للاتحاد الدولي للسيارات عام 1960. صحيح. يعني تاريخ خلينا نقول. أكيد أكيد. نادي السيارات السوري. نعم. نادي فعلا قديم، تأسس من زمان. لازم نحن نبدأ نطالب بشيء، لازم وجود حلبة قريبة على البلد. الشغلات اللي بتخدم نادي السيارات، هي أمنية. حلبة قريبة على البلد هي أمنية لنا، بتمنى هذا الكلام. وكابتن في شرق في مواضيع أخذتها النادي السيارات السوري. حصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي كأحد أفضل أندية تطورا في الشرق الأوسط. وأخذ على الميدالية الذهبية كمان من سنة ونص. تمام. من الاتحاد الدولي في IA. صحيح صحيح. أكيد. وما بننسى نحن زيارة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات جون تود ب 2010. نعم. كان. نعم. موجود. نعم. عنا أكيد. قبل ما أختم أنا، الوقت الحلو دائما بيمرق بسرعة مع بحلقة وحديث جميل معكم. بدي أتشكر وجودكم معنا. ما بعرف كلمة أخيرة شو بتحب تقول. حكينا عن الإيجابيات وحكينا عن المعوقات، وإن شاء الله النجاح الدائم لنادي السيارة. الأمنية الأخيرة ازدهار هي الرياضة أكثر وأكثر، وازدياد عدد المتسابقين في البطولتين، وإن شاء الله رفرفة العلم السوري دائما وأبدا عالي جدا 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 يا رب يا ان شاء الله. استاذ عماد، انا امنيتي انه رياضه السيارات بسوريا ما تكون مقتصره بدمشق. ان شاء الله رح نساوي بطوله سوريا بكل محافظات سوريا، لحتى كل سوريا تشوف الرياضه الحلوه عن قرب. اكيد. وان شاء الله مثل ما سمعنا منكم ومن وزاره السياحه، رالي اكتشاف سوريا 2019 ان شاء الله رح يرجع على بلدنا. إن شاء الله. إن شاء الله. بلدنا الامن، الامن والامان اكيد عنوان بلدنا. بدي اشكر وجودكم. شكرا. معي مشاهدينا، الشكر موصول لكم بكل تاكيد. قبل ما اختم، في فقره ضفناها للبرنامج اسمها زياره خاصه، زياره خاصه بعده مجد اسماعيل. مجد اسماعيل كان بزياره خاصه مع المدرب الوطني هيثم جطل. عشاق تشرين رح يكونوا على موعد مع هيثم جطل بعد انا مودعكم. الى اللقاء. الشباب وطموح الكبار بدأ مشواره التدريبي، وكان النجاح العنوان الدائم لتجاربه المحلية والخارجية. وفي العلم والاجتهاد فرض نفسه كأفضل المدربين السوريين. إنه المدرب هيثم جطل. أهلا
بها تطلي أهلا أهلا بها العين الكحلة أهلا بها تطلي أهلا أهلا بها العين الكحلة ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا ضحكت لك وردة الدار وقالت لك أهلا وسهلا. الكابتن هيثم جطل هو المدرب السوري الوحيد يلي استمر 5 مواسم مع نادي خارجيا، وانت مثل ما بنعرف جددت عقدك للموسم الخامس على التوالي مع نادي الشباب البحريني، شو بتحكي لنا عن هالتجربه؟ هلا هو بالاخر اكيد هو يعني دائما نحن بنقول التقييم بيكون لاشخاص ثانيين، انت ما فينك تقول عن حالك انه تجربتك ناجحه او تجربتك حققت المطلوب الا بتقييم الاخرين. هلا هو فضل الله واكيد يعني في ما هيثم جطل عم يشتغل، في كوادر اكيد عم تعمل معي، في لاعبين مستمرين بالعمل معي، فهي منظومة متكاملة أنا جزء من هاي المنظومة. موضوع استمراري بالعمل لموسم واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة هو بيكون عبارة عن رضا من الطرفين، تحقيق أهداف نحن عم نسعى لها، فهي بالأول وبالآخر خطوات متسلسلة وأفكار متفق عليها من جميع الأطراف العاملة بهذا الجو. هلأ أني استمرار لثلاث مواسم أو أربع مواسم أو خمس مواسم هو بتصور الاستقرار شيء جدا مهم لنجاح العمل، وهي خطة عمل كانت مبنية بالأول على 3 سنوات حققنا الهدف المرجو. هلأ ابتدت خطة عمل جديدة كمان تقريبا لثلاث خمس سنوات، وهيدا الموسم الخامس إلي مع نادي الشباب، وبتصور إن شاء الله الأمور للأمام بتكون مستقرة وما عندي أي مشكلة بالاستمرار لسنوات طويلة بالعمل طول ما إنه الأمور متوفرة للنجاح لتحقيق أو خلينا نقول لتحقيق النجاح. كابتن هيثم جطل، خلينا نقول إنك بعمر صغير دخلت عالم التدريب، حرقت مراحل بسرعة، كانت النجاحات محلياً خارجياً وبتجربتك مع منتخبنا الوطني الأولمبي. هلا هو أنا ممكن اليوم أنا أكملت يعني دخلت بعام 40 خلينا نقول، فهي إنه أنا ممكن ابتديت بعمر صغير، ابتديت بعمر 28. واكيد كان في تسلسل للعمل، يعني ابتديت طبعا هي فرصه دائما انا بقول انه في دين برقبتي كبير على نادي تشرين اللي هو صاحب الفضل الاكبر باللي وصلت له، فاخذت فرصه بنادي تقريبا بعمر ال 28 سنه، وهذا يعني مثل ما دائما بقول هذا فضل كبير من نادي. واكيد بعد تسلسل العمل ممكن انتقلت بعدها لتدريب نادي الوسبه اللي نعتز فيه، وصار لي فرصة العمل بمنتخب الأولمبي، وبتصور كانت التجربة خلينا نقول مقبولة، تقييمها أكيد بيعود للآخرين مو أنا اللي بقيمها، يعني تأهلنا على ملحق أولمبياد لندن. هلأ هو بالآخر أكيد يعني كانت فكرة أنه نفوز على اليابان هي كانت وقتها بالوقت اللي صارت هي تعتبر نتيجة كبيرة، بس بالمحصلة هي مباراة بثلاث نقط يعني حصلنا فيها الفوز. بعدها انتقلت لعمل بالدوري اللبناني والحمد لله رب العالمين، كانت تجربة جيدة. بعدها انتقلت للبحرين وهيدا الموسم الخامس إلي. طبعا خلال هاي المسيرة الحمد لله رب العالمين قدرت حصل كورسات كثير من الدورات، وآخرها اختمناها بدورة البرو ومع دورة إعداد محاضر، يعني كان لي الشرف أن يدخل بهاي مهنة كمحاضر آسيوي. هلأ هو أكيد نحن بالآخر نحن هلأ حاليا ما فينا نقول لنا متابعين للدوري السوري، أكيد هو خصوصا الموسم الحالي يعني والموسم السابق يعني حقق طفرة بموضوع الحضور الجمهوري الجمهور، وكان موضوع جدا مهم. هلأ الأمور عم ترجع شوي للواقع اللي نحن ممكن انتهينا منه بال 2010-2011، الموسم كان موسم قوي جدا. هلا الندية رجعت، الإثارة رجعت، التنافس رجع، الأمور بتصور أنا رايحة باتجاه صحيح، تحتاج ممكن بعض الأمور مثل موضوع أرضية الملاعب لازم شوي نشتغل على إصلاحها. موضوع الجمهور بتصور محقق طفرة على مستوى الوطن العربي، وخصوصا الجمهور اللي بعتز فيه جمهور نادي تشرين، صار مضرب مثل لأمور كثيرة يعني بالدوريات المجاورة. المستوى الفني بتصور بتصاعد. هلا هو اكيد نحن هلا منتخبنا يعتبر من اهم 5 منتخبات على مستوى صعيد اسيا، وخلينا نقول 6 منتخبات على مستوى اسيا. موضوع تقييم المدرب لسه ما صار له وقت المدرب اللي نقدر نقيمه، يعني يحتاج وقت طويل لا تقدر تحكم عليه. اما اليوم نحن اكيد حظوظنا دائما بدها تكون كبيره، انت من 6 فرق بقاره من 6 الفرق المميزه، فانت اكيد بتنظر لبعيد، ولكن اكيد البطولات المجمعه بتحتاج تخلص خطوه خطوه، ف
فالثقة باللاعبين والمجموعة العاملة كبيرة، وهلأ بعد انتخاب الاتحاد الجديد ممكن يكون في تصورات جديدة للعمل، وأولها هذا المعسكر القادم، يعني شيء من فترة طويلة نحن ما خضنا هيك تجارب، وأكيد مع مباريات ودية بمستوى بيحدده المدرب، أكيد هو المسؤول الأول والآخر. ممكن يكون طموحنا كبير ببطولة آسيا، وبتصور ما هو طموحي، طموح كل جماهير الكرة السورية حتى الكوادر العاملة أو الاتحاد، أكيد طموحهم يوصلوا لنقطة بعيدة. بتوقع وبتصور أنه بنملك جيل كتير كبير مهم من اللاعبين اللي هن الأفضل بالفترة الأخيرة. هلأ هو أكيد أنا بكل لقاء بختم بمثل ما بأي شيء خبر عني أو بتكلم فيه، أنه أنا ميد إن تشرين كلاب، فأنا دائما خصوصا هلأ بهذا الملعب اللي ذكريات كتير مهمة عندي، يعني بختم بأنه نادي تشرين هو صاحب الفضل الأول والآخر علي، وأنا جزء من هذا الكيان، وهذا الكيان اللي هو ملك للي صنعوه اللي هن جماهيره ومحبيه، وأنا واحد منهم لهدون، يعني أنا واحد من المحبين. النادي عم بيمر بظروف جيدة ببطولة الكأس، إن شاء الله تتمم، لأنه هذا الجمهور اللي هلأ المدرجات ممكن تكون فارغة، بس هذا المدرجات عم تكون ممتلئة بجمهور عاشق لنادي، عاشق لكيان تشرين. بتمنى إن شاء الله نحقق بطولة الكأس اللي هي أقل ما يمكن نقدمه لمحبة هذا الجمهور الكبير اللي هو صاحب فضل كبير على هيثم جطل اللي واقف معكم، وشكرا جزيلا لكم على اهتمامكم واستضافتكم.